يقول السائل: إننا عندما نصلي بعض النوافل فإنه يأتي بعض الناس ويمرون بين أيدينا، وعندما ندفعهم بأيدينا فإنهم لا يبالون ويمرون بين أيدينا، فهل ندفعهم بما أوتينا من قوة؟ لا، في المسجد الحرام يسمح بالمرور للحاجة والضرورة، ولا تدافع أحدا، اشتغل بصلاتك واترك الناس يمرون، لأنهم محتاجين إلى هذا، مضطرون إلى هذا بسبب الزحمة وكثرة الناس، فيسمح بالمرور في المسجد الحرام لرفع الحرج عن الناس، عن المصلي وعن المار. نعم.